أصدقاؤنا ومتابعينا الأعزاء، كما وعدناكم بزيارة الأماكن السياحية في داخل العاصمة الأرمينية يريفان، اليوم كاميرا آرارات للسياحة اقتادتنا إلى أضخم نصب موجود في العاصمة، ألا وهو نصب الأم أرمينيا. وهذا تمثال الأم أرمينيا، هو تمثال ضخم لأم أرمينيا تمثل جمهورية أرمينيا، وتقع وسط حديقة النصر في العاصمة الأرمينية يريفان، وفي منطقة عالية مطلة على المدينة بأكملها وبحضور واضح لجبال أرارات، مما يعطي مشهدا يصعب للناظر عدم التأثر به. كان ثم في السابق تمثال لجوزيف ستالين في ذلك المكان الذي شيد بإشراف الحزب الشيوعي الأرمني سنة 1950 لترمز إلى انتصارات الحرب العالمية الثانية. بعد قرابة العقد من الزمن أصر الأرمن على إزالة نصب ستالين وإقامة تمثال للأم أرمينيا مكانه، وهو ما حدث فعلا في ربيع عام 1962 في عملية راح ضحيتها جندي أرمني، وأدى إلى تعرض آخرين لإصابات متفاوتة الشدة. وتم تصميم التمثال من قبل المصمم الأرمني آرا هاروتيونيان. يبلغ ارتفاع النصب لوحده 22 متر، ويصل ارتفاعه مع القاعدة إلى ارتفاع 51 متر. التمثال مبني من النحاس المطروق، والمتحف في قلب القاعدة من البازلت المركز. يرمز نصب أرمينيا الأم إلى السلام النابع من القوة، وهو يمثل عدد من الشخصيات النسائية في التاريخ الأرمني، أمثال الأم سوسي مايري وآخرون ممن حملوا السلاح لمساعدة أزواجهم في الاشتباكات التي وقعت مع القوات التركية والجماعات الكردية الغير نظامية. كما يرمز النصب إلى الأهمية التي توليها العائلة الأرمينية إلى الأم أو الجدة الأكبر سنا في العائلة. يقع النصب على تلة مرتفعة ويطل على العاصمة يريفان، وكأنها حامية لها من أي اعتداء خارجي. وفي 9 مايو أيار من كل عام يقوم آلاف من سكان المدينة بزيارة النصب، ويضعون أكاليل الزهور إحياء لذكرى شهداء الحرب العالمية الثانية، واحتفالا بالانتصارات التي حققها الأرمن في ذلك الحرب، حيث كانت أرمينيا السوفيتية المشاركة هي الأخرى. أما المتحف الموجود في قلب القاعدة التي تحمل التمثال، فكانت تضم في البداية مقتنيات خاصة بالحرب العالمية الثانية، أما اليوم فإن جزء كبير من المعروضات خاصة بحرب ناغورنو-كاراباخ التي دارت بين أرمينيا وأذربيجان. قبل قرابة العقدين من الزمن، والتي أسفرت عن استشهاد الآلاف من الأرمن وانتهت بانتصار أرمينيا وتحرير أرتساخ ناغورنو-كاراباخ،
نصب أرمينيا الأم وهي تحمل سيف التحرير وعلى أهبة الاستعداد لخوض معركة تحرير أراضي أرمينيا الغربية التي تطل عليها، وهو ما أثار امتعاض بعض الأوساط التركية التي اعتبرت اتجاه تمثال رسالة حرب. على أي حال، تركيا تعلم جيدا أن معظم الأنصاب والتماثيل في أرمينيا تطل وتنظر إلى أرمينيا الغربية. أصدقائنا الأعزاء، شكرا لمتابعتكم لتقريرنا هذا، ونأمل أن نلتقيكم في تقارير أخرى، وإلى اللقاء.